السلام عليكم متابعي قناة شوك تي في. في هذا الجو البشير حنا كنتواجدوا في مدينة الرباط، وقعت واحد الجريمة يعني اللي راح يعني الضحية ديالها واحد الشاب كيبلغ من العمر 30 سنة مزوج ومراته حاملة، تعدوا عليه شي أشخاص ما عرفوهمش يعني بالسلاح الأبيض. دابا هو راه في السبيطار كوما، وكنتمناو ليه الشفاء العاجل من هذا المنبر. هاي الوالدة ديالنا ديالو معانا باش نعرفوا المشكل اللي وقع له. السلام عليكم سيدي. هذا الولد هذا سيدي كان غير خارج يجيب الحليب لمرتو، جا واحد عيط له في التليفون غادي وغادي يجيب الحليب، والاخر عيط له قال له اجي غادي اللي غادي، شدوها سيدي وضربوا واحد ضربوا بشاقور راسه، الضربه اللي ضربوه طاح ولدي، بانوا سته اخرين بقاو كيضربوه طاح ولدي كوما، كيعطيوه سيدي غير الرجلين وكيعطيوه غير الراس، وحالته قد ما فيها ما يتشاف. ودابا هاد الناس سيدي ما كنطلب منهم حتى شي حاجه، كنطلب منهم غير تعاقبوهم. علاش ولدي هكاك غيعبروه ليه وغيديروا له هكاك؟ ما كيجبد حد، ما كيتعدى على حد، ما هو شي واحد معدي، ما هو والو. مرتو هكاك حامله خلاوها وكيتهددوا حتى هي عليها، قالت باغيين يمشيو يضربوها، كيتهددوا علينا حنايا، كيتصيفطوا لنا عباد الله وهما كيدوروا مطلقين على ربعه. حنا براسنا سيدي حنا راه خايفين منه. راه كون تشوفوا هاد الولد هذا راه ماشي غير كنهضر هكا بالبوم، راه كون تشوفوه راه تبكيو عليه، راه حالته ما فيها ما يتشاف. واخا يكون هاد الولد يهودي، واخا يكون يهودي ما يمكنلوش يكون يبقى في هاد الحاله هادي، ومرمي تما هكا حتى الطلفيات ما فاقناش الولد. كيفاش وقع عليه بالضبط باش استدرجوه وجابوه عندهم لبرا؟ جا لعندو لبرا، جا عنده ولد كان كيهضر معاه، قال له راه فلان بغاك، اجي تكلم لواحد الولد راه بغاك، غادي هو غينيه، المشيه اللي مشى حتى كيشوف اللي عطاه بمقدال الراس طاح. طاح الولد راه كاينين الشهود، ماشي حنا غير كنجيو نهضرو، راه كلشي بالدلائل كلشي بالشهود. وشحال من ضربات قرابة تضرب؟ إوا راه بزاف د الضربات، ضاربينه في راسو، ضاربينه في يدي في رجليه، ضاربينه في يديه، ضاربينه في عنقه، ضاربينه في وجهو، في راسو، غير الضربات في راسو راه ما عرفتش شحال من ضربة، ضاربينه في فمو. بزاف كلشي فرتتو أو بزاف. العظام ديال رجليه تفرتشو، هادشي راه ماشي معقول، حرام عليهم حيت هو ما كيجبد حد، ما كيهضر مع حد. نختو مغط في الارض، و تيقول لخالتي، خالتي ملي خرجات بغات طيح فوق منه، تيقول لها غتمشي فحالك ولا غنخشيها له في كلوته. يعني شحال انتو منين خرجتو شفتو شحال كي لقيتو يعني؟ لقينا خويا كله دم. يعني ملي لبيتو دابا للسبيطار دابا هو في الانعاش، يعني شنو قال لكم؟ باقا حالته، باقا حالته. ديك الضربه كي تضرب يعني فين تضرب؟ قالنا ضربات خطيرين، دار بزاف د العمليات، اطلبوا الله، حنا كنديروا اللي علينا والكمال على الله. كنتحسبوا على هاد الدري اللي في هاد الحاله. حتى ماشي معقول هادشي، راه ماشي معقول هادشي، راه مش كاين الحق ديال القريه داروا به. حنا كنطلبوا من سيدنا يشوف من حقنا. حنا كنطلبوا من سيدنا هو يشوف حقنا ويشوف حق هاد الولد هذا. حيت ما كيتعدى على حد. تضرب في راسو؟ لا المراش لا راس الشجرة. راس الشجرة في السياق. دابا شنو قال لكم دابا؟ هما باقي قال لك حنا كنديروا اللي علينا والكمال على الله. الولد ما بغاش يفيق. ما بغاش يفيق. السلام عليكم، أنا سيدي عمتو. أنا عاد جاني تليفون في نص الليل. نقول لك هذيك 12، نقول لك الوحده، نقول لك الجوج، كتقول لي يا بنت خي عمتي عتقينا موعد مات. ما صرت باش تبليت، خرجت للزنقه ما لقيتش الطاكسيات بس بتا طلعت حتى المحطه ديال قولوا له هذاك المحطه لا سيدي الاسيدي المحطه ديال هذاك ديال الماكينه. شديت الطاكسي طلعت كنلقى الولد غارق في دمه بحال شي حولي، حاجه وحده مسكين اللي تنقول له ياك وليدي قتلوك، ما كيقدرش مسكين تيهضر، حالته راسه كله مشقوق، فمه كلوته، رجليه السبرديلات مقطعين، العظام ديال رجليه مقسومين، الكعبه ديال رجليه يديه، يعني هاد الناس اللي داروا له هاد الحاله ولو يكون عدوهم ما يوصلوش لهاد الطريقه يديروا له هكا، حشوم عليهم، اعتبروهم خاهم. ولد عمتهم جارهم هادو هي صحاب، هادو هي خوت، ويديروا هاد الحاله راه حشومه، راه عار. حنا كنطلبوا من عند الله وسيدنا الله ينصره ويشافيه، يشوف من حالنا وحالك الولد،
ويخفف ربي القلوب القاصحه عليه، الله يستركم ويستر جميع الناس، لان ولدنا فواحد الحاله لا يرثى لها. ملي تنسولهم هنايا في الانعاش تيقول لك حنا دايرين الكمال والكمال لله، حنا كنبغيو هذا الولد بغيناه ويوقع يفيق باش نشوفوا شنو نديروا، نديروا له التلفازه وعاد نشوفوا حالته. حنا حاجه وحده اللي عتقنا هو الراس، الراس لان الدري جمجمه مشتتاليه، حاجه وحده اللي المخ ما تقاصليش. ولكن كنطلبوا من عند الله بغيناه يفيق، ولكن ما لقيناش، ما بغاش يفيق لنا هذا الولد. كنطلبوا من عند السيده ربي الله يقعد وساده، الله يقعد وساده، الله يقعد وساده لمينته ولمراته ولخياته ولحياته. باقي صغير ولد 90، يعني اش بغاو عنده؟ اش بغاو عنده هذا الولد؟ اش دار ليهم؟ اش دار ليهم؟ بداو ينزلوا عليه، حاولي لو بغيتي تذبحوا ما تنزلش عليه بهذيك الطريقه، راك غادي تذبحوا وتخليه حتى كتخرج روحو على خاطره. هادو بحال اللي ما بغاوش روحو تزهق تخرج على خاطره، هازين له رجليه وكيبداو يضربوا. قالك حاجه كاع بغاو يحيدوا له العضو ديالو، هادو ما عرفتهمش انا واش يهود ولا مسلمين، ما عرفتش. وعاد بغاو يكملوا بعائلته. السيبه كاينه في الدنيا، راه ما كاينه السيبه. راه حنا دابا تشدوا ولا مازال؟ لا سيدي ما تشدوش، الوقت اللي ضربوه قالوا بغاو يهربوا للفلايك باش يمشيو يحرقوا. ودابا دابا باقي كيقلبوا عليهم حقيقه، السلطات تيقلبوا عليهم. ولكن راه لا حيله محال الله، راه ما يكون كيدوروا غير بجنابنا مخبيين ومصيفطين اللي تيشمشموا. اللي كيقول صافي حرقوا، اللي كيقول. ولكن هما راه هما كاين كيقول لك حنا ما نمشيو وما نقدموا راسنا حتى نكملوا على دياولهم. هذا راه حشومه. اش هاد الشيء يا سيدي؟ واش حنايا في بلاد الارهاب؟ الارهاب ما يديروش هكا. احنا في بلاد مسلمه، خوت بعضياتنا، احنا ماشي كفار. وشكرا. السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في اف هاد المباشر. حنا كنتواجدوا في مستشفى بنو سينا. هاد الولد اللي كيبلغ غد او الشاب اللي كيبلغ في العمر 30 عام، اللي عنده زوجه ويعني قريبه ولد، يعني كنتمنى يعني كنتمنى يعني من يعني هادشي اللي كيوقع يعني صعيب شويه. واش هادشي واش بحالك هلوسه او القرقوبي؟ كنتمنى يعني هادشي ما يبقاش، لان ولينا كنشوفوا بزاف ديال الاجرام. وهاد الدري هذا يعني كيبلغ من العمر 30 عام، حنا ما عرفناش المشكل ديالهم المشكل، ولكن تحاموا عليه كما كيقولوا يعني الناس والعائله ديالو. تحاموا عليه خمسه ديال الدراري وتكرفسوا عليه. جا شي واحد طق عليه قال لي تكلم، من بعد ما جا يعني تعدوا عليه بواحد الطريقه يعني بشعه، ضربوه بالشاقور، يعني طعنوه في راسه، ضربوه في راسه، طعنوه في الجسم ديالو، ضربوه في الاعصاب بالرجلين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنتمنى ليه الشفاء والعائله كما كتشاهدوا.